بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة التعليمية مطمات أبي وهاب، دائما مع عمليات الضرب دون استعمال أو اللجوء إلى جلو الضرب. إذا مثال سنخصصه بالضبط لتلاميذ الابتدائي للتحقق من نتيجتهم، أو التلاميذ الذين يعانون شيئا ما مع جدول الضرب. إذا هذه الطريقة الهندسية ستكون مفيدة جدا لهم. إذا كما تعلمنا في الفيديو رقم 1، إذا بالنسبة للعدد الأول سنمثله بخطوط أفقية. إذا لدينا 5 خطوط أفقية، إذا 1، 2، 3، 4، 5. بالنسبة للعدد التالي سأمثله بخطوط رأسية أي عمودية، سأختار لونا آخر ثم أمثل. إذا 3 مستقيمات عمودية، أبتعد قليلا ثم أمثل أيضا، عفوا، ثم أمثل 4 قطع عمودية. إذا رقم الوحدات بطبيعة الحال إذا سيكون هو عدد نقاط تقاطع بطبيعة الحال المستقيمات الأفقية والعمودية، وعددها إذا 20 نقطة تقاطع. إذا لا نكتب 20 كاملة، نكتب 0 ثم نحتفظ بـ2 ثم نعد بطبيعة الحال. إذا عدد نقاط تقاطع المستقيمات الأفقية والعمودية بالنسبة لهذه المنطقة وعددها بطبيعة الحال إذا 15 نقطة تقاطع، نضيف إليها رقم الاحتفاظ فتصبح 17. إذا العدد النهائي هو 170، إذا هنا تساوي 170. من بهذا نكون قد أنهينا التمرين، هذا التمرين البسيط بطبيعة الحال، لن نعود مع تمرين آخر. إذا الآن مع تمرين جديد، إذا عملية ضرب عدد مكون من 3 أرقام في عدد مكون من رقمين. نمثل بطبيعة الحال العدد الأول بقطع أفقية، لن نختار اللون الأخضر. إذا سنمثل قطعتان أفقيتان، نبتعد ثم نمثل 4 قطع. ثم نبتعد قليلا ونمثل 3 قطع. الآن ننتقل إلى العدد الثاني، نمثله بقطع عمودية أي قطع رأسية، أغير اللون. إذا 4 قطع، 1، 2. إذا رقم الوحدات سيكون عدد نقاط تقاطع القطع الأفقية والرأسية. ثم ننتقل إلى القطر الأول الذي يلي مباشرة بطبيعة الحال رقم الوحدات. إذا هنا عدد نقاط تقاطع سيمثل رقم الوحدات، هنا عدد نقاط تقاطع هذين الجزئين يمثل رقم العشرات، ورقم المئات سيكون عدد نقاط تقاطع القطر الثاني من رقم المئات، وهنا بطبيعة الحال عدد نقاط تقاطع القطع الأفقية والرأسية سيمثل إذن رقم الألف.
بطبيعة الحال مع مراعاة الاحتفاظ إن كان هناك احتفاظ. إذا عدد النقط، نبدأ برقم الوحدات. إذا عدد نقط تقاطع القطع الأفقية والعمودية 6. 6. بالنسبة لرقم العشرات، عدد نقط تقاطع، إذا لدينا هنا 12 نقطة، نضيف إليها عدد نقط تقاطع هنا 12 زائد 8 20، لا نكتب 20 كاملة، نكتب 0 ونحتفظ ب2. ننتقل إلى رقم المئات، عدد نقط التقاطع هنا إذا لدينا 16، نضيف إليه عدد نقط هذه المنطقة 4، 20 زائد 2 التي احتفظنا بها سابقا 22، نكتب 2 ثم نحتفظ ب2. وأخيرا رقم الألف، إذا عدد نقط التقاطع إذا لدينا 8، نضيف إليها رقم الاحتفاظ 10، وهكذا نحصل على النتيجة النهائية. إذا 243 في 42 تساوي 10206. إذا النتيجة النهائية ستكون بطبيعة الحال، إذا 102.06، 10206. إذا كونوا في الموعد في تمارين أخرى سنراها مستقبلا إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتدعيمنا وتشجيعنا للمزيد من العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.